السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير على الجميع. بدنا اليوم نعلمكم أكل الصبر كيف. جيب شوية أغصان تنظف فيها الصبر، وبتجيب سكينة صغيرة، طبعا صغيرة، هاي سكينة صغيرة، وبتقول بسم الله، تبدأ تنظفها شوي بالألواح تصير نظيفة كثير. بسم الله، طبعا بالحروف معكم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهيك بنفطر على الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لازم تكون مفطر او ماكلتين الصبح. قبل الفطور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم ابو الحروف، ولنا لقاء. هاي تبارك الله الصبر قدامكم، تبارك الله ما شاء الله، خيرات. هاي المناظر الخلابة، والله يعطيكم العافية وصحتين وهناء على الجميع.